السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الألفي، رقمنا في القاهرة 012-012-78-03، رقمنا في جدة 0566-98-11-35، رقمنا في القاهرة مغلق أثناء وجودنا في المملكة العربية السعودية، رقمنا في جدة بيكون مغلق أثناء وجودنا داخل القاهرة. في حالة التواصل يعني في عدم الوصول لنا من خلال الاتصال، ممكن تتواصلوا معنا على رسائل الصفحة أو من خلال الواتساب. رقمنا في القاهرة نقول تاني 012-012-78-03، رقمنا في جدة 0566-98-11-35. هنا شغالين في الفلاطة متر في 30، سماكة البلاط اللي احنا شغالين فيه 4 مللي، سماكة البلاط اللي شغالين فيه 4 مللي مش 8 مللي ولا 10 مللي. بتركز على نظرتك على الفيديو نفسها، شوف التصوير هتكون كويس ولا لا. سماكة تبقى عشان تحط الصوت اللي انا بقى فيك فيها يعني. محمد عادل جبنا بيرين. ايه؟ محمد عادل جبنا بيرين.